مستشفى منوف عشان هنتكلم على التوبركلوزز واوعدكم هتبقى محاضره لذيذه جدا ان شاء الله. طيب اول حاجه التوبركلوزز ده القاتل الاول في الامراض المعديه, يعني نمبر 1 انفكشس ديزيز كيلر في العالم. كانت بتلعب الارقام من يبقى القاتل الاول ملاريا, القاتل الاول يبقى الاتش اي في, لكن الحمد لله تي في خد المركز الاول وخد الميداليه الذهبيه وبقى هو القاتل الاول. وقلنا في سنه 2009 قتل حوالي 1.7 مليون, لكن على حسب منظمه الصحه العالميه. لكن هبدا لك بالبطاطسايه. البطاطسايه الجميله دي لما بيكبر حته منها كده بيسموها ايه؟ عارف البطاطس اسمه ايه؟ اسمها درانيات. ليه؟ لان بيطلع لها تيوبركل. فالتيوبركل ده او الاوت جروث. فلما انت تشوف هنا دي منظر اللنج, اللنج ده اهي, اللنج دي طالع منها ايه؟ تيوبركل. فعلشان اللنجز طالع منها تيوبركل زي البطاطسايه ما بيطلع منها تيوبركل اتسمى المرض تيوبركلوزس. يعني على هذا السبب جه الاسم. اقدم حاله تي بي متسجله هي انت حاطه معلش هركب البتاع عشان اقدم حاله تيوبركلوزز دي انا كنت لما بدي المحاضره بره كنت بقول لهم بص دي الحاله بتفضل انا بحب كده دايما بس انتوا اللي طلبتوا انا صوتي الحمد لله ماشي. طيب جميل. اقدم حاله للتي بي اتسجلت لموميا مصريه في المتحف, اتسجلت في موميا مصريه في المتحف انا عايزها بس عشان دي في المتحف بتاع لندن. هم هناك ليهم عاده انه بياخدوا المومياوات ويحطوها في جهاز السي تي علشان يشوف ويشخص الامراض, زي ما شفنا الفيلم بتاع تامون لما خدوا لقوا ان المشكله في رجله قال لك ده يبقى خد اصابه في رجله ده سبب الوفاه. فهم لما خدوا الموميا وحطوها على السي تي لقوا ان الموميا دي عندها بوتس ديزيز فاستنتجوا انها كانت تيوبركلوس, وعلشان كده اقدم حاله تي بي في العالم في البشر متسجله في الفراعنه بسبب الموميا دي. لكن اقدم حاله تي بي من 17000 سنه لقوها في بايسن. بايسن ده بتاع كبير كده زي الجاموسه في كهف وايومنج, مالناش دعوه. المهم ان المايكوبكتيريوم تيوبركلوزز عايزك تفهم دي اول معلومه مهمه سيبنا من التاريخ, ركز بقى على دي اول معلومه مهمه هنتكلم عليها. سمول ايروبيك نانو كيل بكتيريا ات ديفايدز افري 16 تو 20 اورز. يبقى البكتيريا دي بتنقسم كل 16 ل 20 ساعه. طب البكتيريا العاديه بتاعتنا ستاف وستريبتو ونيسيريا ونيجينيز وايكولاي بتنقسم تقريبا كل اقل من ساعه, كل 40 50 دقيقه. فلو انا عندي بكتيريايه بعد ساعه يبقى 2 4 8 16 32 كده. لكن دي لو انا سبت بكتيريايه اجي تاني يوم الاقيهم بقى بكتيريتين. طب ايه الفرق؟ الفرق ان انا لما باجي اعمل ريجولار سي اس اف كلتشر بحشها يومين ولا ثلاث ايام ولو نيجاتيف برميها اقول دي نيجاتيف. لكن هنا في التي بي ما ينفعش لان ده فيري ستوري ديفايدنج اورجانيزم, ولهذا السبب الكلتشر بتاعت التي بي بتاخد ايه؟ ست اسابيع. يبقى بتاخد وقت ليه؟ لان البكتيريا بتديفايد فيري ستوري. ليه؟ علشان عندها فيري هاي ليبيد كونتنتس. في الهاي ليبيد كونتنت ده هي سبحان الله ربنا خالق لها زي ما تقول ايه؟ قشره. القشره دي مليانه لب زي شمع. الشمع ده هيحميها في المستقبل لما نيجي نتكلم عن الباثولوجي من الماكروفيج تاكلها, وعلشان تقعد تصنعه بتاخد وقت اللي هو المده اللي قلنا عليه, فتاخد وقت فالديفايد سلولي. ودايما العيانين عندنا بيجوا زي ما تقول بكرونيك انفكشن, وده بيحميها من الايه؟ من الفاجوسايتوزس. طيب الام تي بي دي كان وستاند ويك ديس انفكتد اند سرفايف فور ويكس. يبقى معنى كده لو واحد عنده تي بي وتف في الارض, معلش انا اسف, تف في الارض في الشارع ممكن تقعد لها ايه؟ اسابيع عايشه. ويجي شويه هواء انت تاخده ايه؟ بعد كده. فخلي بالك من الحكايه دي. بتتسبغ بايه؟ لو اتسبغت بجرام ستين هتبقى ويكلي جرام بوزيتيف, بس احنا بنسبخها دايما بالايه؟ بالاسيد فاست ستين وبدون زيلنانسون وكده. مش قصه.
طيب دي حلوه الحته دي لازم تبقى عارفها. تيوبركلوزس المرض تي بي تيوبركلوزس ده ليه اربعه بكتيريا يعملوه تمام غير المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس مايكوبكتيريوم بوفز ومايكوبكتيريوم افريكانا ومايكوبكتيريوم كانيتي ومايكوبكتيريوم ميكروتي. يعني ايه؟ يعني مرض التيوبركلوزس هيكون سببه مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس. وكمان المايكوبكتيريوم بوفز مايكوبكتيريوم بوفز هتديك نفس الكلينيكال سندروم بتاع الايه؟ التيوبركلوزس. المايكوبكتيريوم افريكانا دي في افريقيا وكانيتي في قرن الافريقي وميكروتي دول ممكن يدوا نفس الصوره بتاعت التيوبركلوزس. ايه علاقه الكلام ده؟ المايكوبكتيريوم بوفز اللي هي ممكن تتقلك عن طريق اللبن دلوقتي لبن بيتبستر علشان خاطر الحكايه دي، لكن لو خدتها وشربت اللبن اللي فيه العدوى هيجيلك تيوبركلوزز ممكن في بطنك وده بمايكوبكتيريوم بوفز. يبقى غير المايكوبكتيريوم تيوبركلوزز اللي احنا عارفينه يبقى مرض دفاعك اسمه ايه؟ تيوبركلوزز. البي سي جي ده ما هو الا فورم من الايه؟ من المايكوبكتيريوم بوفز. هل ممكن يجيلي تيوبركلوزز من البي سي جي؟ ايوه. وهديك مثالين مشهورين جدا 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 بيجوا في امتحان اي زماله اجنبيه وهيجوا لك في الحياه ولما تشوفها افتكرني. ايه هي؟ لما تلاقي واحد يقول لك كان عنده سرطان في المثانه. ليه؟ لان اللي عنده سرطان في المثانه ده هو احنا بنحقنه بي سي جي. ليه بحقنه بي سي جي؟ علشان لما احط البكتيريا دي جوه البلادر كانها بتهيج المناعه ثم المناعه تبعت سيلز ثم السيلز تلطش في البي سي جي وتلطش في الايه؟ في السرطان. المشكله لما يبقى العيان ده مناعته ضعيفه قوي او ياخد كيمو ثيرابي ممكن البي سي جي دي تقول لك لا انت بقى جايتني عشان اتضرب لا يا حبيبي ده انا اللي هضرب وتبدا تنتشر وتعمل ديسمنيت ديزيز. فافتكرني اول ما تلاقي عيان عنده سرطان في المثانه وجاي لك بيقول لك انا عندي باك بين وفيمر ده ممكن يبقى بوكس ديزيز بس بدل ما هو مايكوبكتيريوم تيوبركلوزز مايكوبكتيريوم ايه؟ بوفز. لما تلاقي عيان عنده سرطان في المثانه وتلاقي عنده جنرالايزد فانيروباثي افتكرني يبقى ممكن ده ديسمينيتد بي سي جي تمام؟ ايه تاني؟ البي سي جي الفاكسين نفسه لو خده بيبي عنده اميون ديفيشنسي. يعني لو انت عندك بيبي عنده سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي واتولد امريكا ما بتطعمش بي سي جي. امريكا مش بتطعم بي سي جي. ليه؟ اول سبب تقول لك ان التي بي ده مرض مش منتشر. فانا ايه اللي يخليني ادي فاكسين لمرض مش منتشر؟ دي اولا. تاني نقطه ان انا عندي عيال كتير بتتولد عندها اميون ديفيشنسي. طيب لو انا البيبي عندي جاله ديسيميتد بي سي جي احتمال الوفاه كام؟ 50%. فانا ايه اللي يخليني اموت نص العيال؟ ما ينفعش. احنا في مصر التي بي منتشر تمام؟ يبقى عشان كده بنطعم ايه؟ بي سي جي. طب والعيال اللي هتتولد عندها اميون ديفيشنسي؟ اقول لك واحد في الصندوق نعمل اغلب للاسف بس ده الواقع. انا عايز افهمك اللي بيحصل. لكن الصح ان العيال ما تاخدش بي سي جي في الوقت الايرلي ده لان انت لو اميون ديفيشنت هيجي لك تسميه البي سي جي. وانا عندي حاله كنا قدمناها في المؤتمر برضو كانت تسميه البي سي جي. يبقى اول ما يجي لك عيل عنده اربع خمس شهور جايب جنراليز بودي سويلنج فكر ان هو ايه؟ ديسيمينيتد بي سي جي واوتوماتيكلي فكر ان العيل ده ايه؟ اميون ديفيشن تمام؟ طيب في عندنا مايكوبكتيريا ثانيه؟ احنا عارفين المايكوبكتيريا تيوبركلوزس والشله اللي بيعملوا تيوبركلوزس. لكن في مايكوبكتيريا ليبري بتاعت الليبروسي، في مايكوبكتيريا مكانساسيا، مايكوبكتيريا بيبيان كومبلكس، دي اذر مايكوبكتيريا بس احنا مش هنتكلم علينا النهارده. بس ليه انا بقولها لك؟ انا بقولها لك عشان ما تفتكرش ان كل المايكوبكتيريا تبي. لا، في حاجه اسمها ان تي ام نون تيوبركلس مايكوبكتيريا اللي هي مايكوبكتيريا ثانيه. اللي هيحضر معانا كورس كل واحد فيهم ليه حكايه، يعني كل واحد بيعمل امراض ثانيه. طيب الباثوجينيسيس بتاع التي بي. انا هقف هنا كده واسيب البتاع علشان تسمع الحته دي، عشان الحته دي حلوه. هو لما ايه ازاي التي بي بيحصل؟ التي بي مشكلته ايه؟ انا واحد المفروض عادي تمام، واحد عادي هيجي واحد عنده تيوبركلوزس هيكح في وشي او هيعطس او هيقل المرض بايا كان او هبلع تي بي ايا كان الوسيله. بعد كده التي بي هتدخل البكتيريا بتاعت التي بي تدخل جوه جسم هتدخل تبدا ايه تديفايد ويقول لك ببطء 16 ل 18 ساعه تمام. ها
هيجي بعد كده الايه الماكروفاج يقول ايه ده في دخين انا عايز اروح ايه علشان خاطر اموتها تبدا ان هي تبلعها وتبعت لها الفاجوزوم قال ايه عشان يدوب البكتيريا زي فاكراها بكتيريا عاديه بقى تقول لها لا مش على عظمه ده انا عندي درع اللي هو الواكسي لير ده مش هيحميني وتبدا الميكوبكتيريا تبركلوز دي تدمايد جوه الايه تدمايد جوه الفاجوزوم دي كانوا زمان لما بيلاقوا ان الماكروفيجز بتبدا تروح وتاكل وما تعرفش تموت وتبدا تدمايد وتبدا تعمل انكابسوليشن وتعمل ما يسمى بالجروند فوكس ويقول لك تحاصرها فكانوا زمان فاكرين بص النظره اتغيرت ازاي زمان كانوا فاكرين ان الجسم مش عشان مش عارف يموت البكتيريا دي فابتدى يحاوطها علشان يحمي الجسم من ايه من انتشار المرض النظره اتغيرت قالت لا ده البكتيريا هي اللي خلت الجسم يعمل كده علشان يحمي البكتيريا من انها تموت وتحافظ على نفسها عايشه في جسم البني ادم مدة طويلة جدا. يعني هي البكتيريا اللي تحكي عن الجسم اللي تعمل كده علشان تبقى ما تموتش. تمام؟ يعني هي الجسم فاكر هو بيحمي نفسه لان هو في الواقع ايه؟ بيحمي البكتيريا نفسها وبالتانيها عايشة. عايشة لمدة قد ايه؟ احكي لك على عيان انا بحب اذكره دايما في كل المحاضرات. عيان كان عندي كان لما كنت بره. العيان ده راح الحرب العالمية الثانية. حلو؟ وحارب. وبعد ما حارب من الحرب العالمية الثانية جه وعاش سنين لغاية سنة 2015 جاله مرض من أمراض المناعة اسمه انتيتيرستيز خد اللي هو الـ MMF وستيرويد ساعتها طلع له لونج ليجنز سحبوها طلع تجيب ياه يعني نشوف من الحرب العالمية الثانية اللي خلصت سنة 45 لسنة 2015 البكتيريا دي عايشة ونايمة في جسمه وجات صحيت بعد كام سنة ليه بقول لك الحكايه دي؟ مش عشان نعمل حكايات عن الحرب، انا عايزك عشان تفهم حاجه مهمه. ايه هي الحاجه المهمه؟ ان انت لو اتعرضت للتي بي دلوقتي وانت دكتور بعد 20 سنه لو لا قدر الله عييت مش هقول لك جالك سرطان وخدت كيموثيرابي، لا جالك مثلا روماتويد وخدت مونوكلونال انتي بادي او جالك شوف حاجه اميون سبريشن او بقيت دايابيتك ان كنترول، شوف الدكتور دايابيتك ان كنترول يا انا زهقت من الانسولين انا عندي عمليات انا مش عارف ايه مش فاضي هيبدا التي بي اللي انت خدته من 20 او 30 سنه يبدا ايه يصحى تاني وهنا تيجي اهميه ان انت تخلي بالك من وانت صغير واضحه يبقى هي دي اهم حاجه طيب التفاصيل بتاعت دي ممكن نبقى نقولها بعدين الابيديميولوجي طبعا هو بيجي في الاماكن اللي فيها ناس اكسبوز للتي بي اكتر يعني احنا لما كنا في امريكا كنا بنقول الولايات اللي فيها مهاجرين اكتر هيبقى فيها تشوبركلوزس اكتر احنا اللي حصل في مصر في خلال الكام سنه اللي فاتت ان احنا جالنا لاجئين كتير قوي من افريقيا ما اعرفش انتوا هل عندكم في المنوفيه شفتوا حاجه زي كده؟ طيب نعم؟ بالظبط احنا عندنا في القاهره في منطقه كامله لقينا جايين لاجئين كتير قوي وجايين بحاجتين التي بي والاتش اي بي فخلي بالك من الحكايه دي ان هو بيجي بالتي بي والاتش اي بي فخلي بالك ان هو التي بي منتشر جدا بيسموها سب سهارا افريكا يعني تحت الصحراء الكبرى فلما يجي لك عيال من كده او واحد كان كونتاكت مع واحد كده يبقى انت تحط التيبركلوزس في دماغك لكن احنا عندنا كده كده المرض اندمج فمش هنفكر بس دي تحطها علشان تفتكرها الهيستوري بتاع عيال التيبركلوزس في حاجه مميزه جدا ايه ان احنا طول عمرنا من ايام ما كنا طلبه واحنا متعلمين ان عيال التيبركلوزس ده يمكن المرض الوحيد اللي لازم تسال كل مريض عليه حتى لو كان جاي يشتكي بمشكله ثانيه، يعني ايه؟ واحد جاي لك بتشيست بين، واحد صباع رجله الصغير بيوجع، واحد عنده خراج في فخده، واحد عنده اسهال، ايا كان بتساله هل عندك نايت فيفر؟ هل عندك نايت سويت؟ هل عندك ويت لوس؟ ليه؟ لأن احنا اتعودنا في الكلاسيك تيتشنج ان السي دي ده بيبريزنت بصور اتيبيكال وممكن يبريزنت بيه اي حاجه. تمام؟ وبالتالي بتحاول تسأل الاسئله دي دايما. وعلشان كده احنا لما شفنا عيانه تحت النهارده اول حاجه سألت الدكتور اسماعيل واحنا داخلين من الباب بقول له ايه ده العيانه دي شكلها تيوبركلوس ولا ايه؟ ليه؟ لقيت بنت كشكك قوي هوب وراحت قاعده بتكح. بابا بيقول بقى لها ثلاث شهور بتكح. مع انها لسه داخله النهارده تقريبا. ثلاث شهور بتكح وعندها ويت لوس لقيتها كشكلت جدا وعندها فيبر 40 يبقى ايه اول ديفرنشال تخبط في مصر؟
انت عندك انديميك. فليه انا بقول الكلام ده؟ انا بقول لك الكلام ده علشان انت تحط تي بي از ديفرنشال قبل اي مرض تاني. ليه؟ لان كتير منا لو كان دكتور روماتيزم او لو كان دكتور من كلكم حميات ولا في تخصصات تانية؟ في حميات مش اي تي. المهم لو كان في تخصصات تانية ان انت ممكن يجي لك واحد عنده السيمتومز دي وانت دكتور روماتولوجي تبدا تديله كورتيزون وانت مش واخد بالك. او تبدا تديله علاج تاني ويتعارض او تديله اميون سبريشن لاي سبب تاني او كيموثيرابي او كده. فدي هتؤدي الى ايه؟ الى مشاكل. علشان كده لازم تحط التوبركلوزس از ديفرنشال. لدرجة ان انا لو احنا كلنا دكاترة حميات عايزك وانت بتختم اي حالة بتشوفها تسأل نفسك سؤال، هو العيان ده ممكن يبقى تيوبركلوس ولا لا؟ ليه؟ لانه بيبرزنت بطرق كتير. يبقى انت لازم تحط في دماغك الديفرنشال، از ذيس بيشنت تيوبركلوس ولا لا؟ تمام. التي بي ليه صور مختلفة. تي بي اوف ذا سباين هيجي لك ايه؟ فيبر وباك بين وويندوز ونايت سويت. تي بي في الجوينت هيجي لك ايه؟ بين وتندرنس ونايت فيبر ونايت سويت وفيلير اوف نوم. تي بي في المينجايتس هيجي لك ايه؟ بولتر مينتال ستاتس ونايت فيبر ونايت سويت وهيديكس مش عارف ايه. فهتلاقي في حاجة زي قصر مشترك اعظم للسيمتومز بتاعت التي بي زائد سيمتومز سبيسيفيك للاورجن. يعني للبرين احنا هنا هيديك بولتر ليفل اوف كونشس. لو للانجز هيبقى كاف واكسبكتوريشن. لو في الابدومين هيبقى مثلا كرونيك دايريا وابدومين البيت. بس هيبقى في تقريبا حاجات مشتركه اللي هي الويت لوس والنايت سويت والنايت فيفر. بس اهم حاجه لازم تفتكرها لو عنده اتش اي بي، واحد عنده اتش اي بي يبقى ده كومن ريسك فاكتور يعمل اميون سبريشن يعمل ليك اكسبوز للتي بي. لو عندك هيستوري اوف براير تي بي تريتمنت، يعني عيان بيقول لك انا اتعالجت من الضرن من 10 سنين، هو في ريسك فاكتور اكبر من كده؟ يعني انت كنا بنقول الواحد اتعرض لواحد من 45 سنه، ده هو نفسه كان انفكتد من 10 سنين، ده ميجر ريسك فاكتور. يبقى لما يجي لك عيان براير تي بي يبقى ده ريسك فاكتور فور ري اكتيفيشن اوف تي بي. تي بي اكسبوجر، سالنا العيانه اللي هي محجوزه النهارده قلنا لها في حاجه، قالت اه عمتها كان عندها خراج على الرئه. حبيبي خراج على الرئه ايه؟ يبقى احتمال ده يكون العامه هي الكونتاكت. اه وجدتي كمان كانت بتتعالج من الصابر. اه يبقى ايه؟ انت سسبكت. يبقى احنا كده مش ايه؟ يبقى ممكن الجده والعامه الاثنين كانت تيوبركلوس. جدتها اللي ماتت في الصدر يبقى كل العيله. ممكن لما نشخص البنت الصغيره دي يبقى احنا شخصنا العيله اللي هم ماتوا كلهم بحاجه صغيره، يبقى كلهم كانوا ايه؟ كانوا تيوبركلوس. ليه؟ لان انت لازم تحطه في بالك. الفيبر وكاف احنا قلناها، الاذر سيستمز احنا قلناها، الفيزيكال اكزام طبعا الفيزيكال اكزامينشن هيعتمد على الاورجان افكتد. يعني لو عيان عنده تي بي مننجايتس هيعتمد هيبقى مننجايتس بولتر تيبل اوف كونشس وكده، والدكتور اسماعيل شرح المننجايتس شرح رائع، لكن احنا هنزود عليها في التي بي مننجايتس حاجه ان العيان بيكون عنده هيدك وتبقى سب اكيوت فور وبتبقى فيها حاجه مميزه انها ممكن يبقى معاها هايدروسيفلس. ده يميز التي بي مننجايتس الهايدروسيفلس اللي معاه. فلو جالك عيان مننجايتس ولقيت عنده هايدروسيفلس حط التي بي هاي اون ذا ليست. مش لازم الاي اس ار يبقى عالي، مش لازم البروتين يبقى عالي، ممكن بيرفع طبعا، لكن فكر الحكايه دي فيفر وهيدك وهايدروسيفلس حط التي بي في بالك. بيجي كمان بلمفادينوباثي كوريوريتينايتس يجي تي بي اوف ذا سكين، هنحط التي بي في كل الاحتمالات بتاعتنا دي. دي انا حاطط لك صوره للتي بي. طبعا ايبيكال ليجن ده كلاسيك، هنا فايبروزس في اللنج كلاسيك، ميلياري تي بي ده كلاسيك كلنا احنا عارفين. تيستينج فور تي بي، اسمع بقى الحته دي. لما بنيجي نعمل تيستينج فور تي بي عايزين نشخص العيان عنده تي بي. التي بي انواع. لو البكتيريا دخلت جوه جسمي ونايمه وتحوطت، هي متحوطه يعني نايمه ومتحوصله ومفيش انفكشن، بيسميها ايه؟ ليتنت تي بي. يعني نايمه في حالها بونز فوكس في حته على جنب ومحدش دريان، او نايمه في حالها بونز فوكس مش في اللنج، ممكن يبقى في الانتستين، فانت لو عملتش ما تشوفش حاجه. فكان في تي بي دخل لك جوه جسمك اتعرضت له من سنه 10 سنين 50 سنه. حلو؟ طيب او اكتف تي بي. اكتف يعني انت عندك اكتف ديزيز. مهمتي ان انا اعرف هل المناعه بتاعتي انا، المناعه بتاعتي انا هل شافت تي بي قبل كده في العمر ولا لا؟ حلو؟ طب هعرف منين؟ ربنا يخليها لي. لا لا خليها ما تزعلش، انا مش زعلان على فكره. ربنا يخليها لي.
طيب عايز اعرف المناعه بتاعتي انا شافت تي في قبل كده مره في العمر ولا لا؟ فهعمل ايه؟ هعمل تحليل اشوف المناعه دي شافتها ولا لا. هشوفها ازاي؟ اول حاجه هعمل حاجه اسمها تيوبركلين. ايه هو التيوبركلين؟ التيوبركلين ده بجيب البيوريفايد بروتين ديريفيتيف، يعني ايه؟ كاني قاطع حته من البكتيريا. حلو؟ قاطع حته من البكتيريا وجاي حقنها لك فين؟ في ايدك. المفروض لو البكتيريا دي شافت، يعني انا ايه؟ انت راجل مثلا ما بتحبش الزملكاويه. خلاص عشان الماتش اللي كان امبارح. وراح جاي جايب لك واحد زملكاوي وحاطه جنبك، هتبدا ايه؟ تيجي وتبدا تلطش وبيقشعر. انا زملكاوي هتعمله كده. المهم ان انت انا عايز اشوفك انت شفت البكتيريا دي قبل كده ولا لا؟ او بعمل ايه؟ اديك البيوريفايد بروتين ديريفيتيف واحقنها لك كده. فانا لما احقنها لك هتبدا تريكروت لينفوسايتس علشان الليمفوسايتس دي تبدا ايه؟ تضربها. ليه؟ لانها شافت التي في قبل كده وعارفاه وعارفه ان هو مؤذي. انت المفروض مش بتعلق على الريدنس وانما بتعلق على الايه؟ انديوريشن. حلو؟ فلو انا اديتك البكتيريا وجابت خلايا كتير قوي 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 وعملت انديوريشن كبير قوي قوي قوي، يبقى معنى كده ان انا ايه؟ عارفاك وعارفه ان انت مؤذي، يبقى انا شفتك ايه؟ قبل كده. حلو؟ وطالما شفتك قبل كده يبقى انت عندك بكتيريا نايمه في جسمك في حته ما، يبقى انت كده ايه؟ ليه؟ حلو؟ طيب انا هعلق على المساحه الدايمتر بتاعت الليجن دي كام؟ اقل من 5؟ من 5 ل 10؟ انا اسف، اقل من 10، اقل من 5 او اكتر من 15، تمام؟ يعني انا اسف، اكتر من 15، من 15 ل 10، من 10. اقل من 5 ده ايه؟ نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني واحد اقل من 5 ده نيجاتيف، ايا كان. طب واحد اللي هو من 5 ل 10، يعني عمل معركة بس معركة ايه؟ ضعيفة، يعني اللي هو ايه؟ 5 to 10، معركته ايه؟ ضعيفة قوي. امتى اللي معركته ضعيفه قوي قوي هعتبرها بوزيتيف؟ لو واحد خربان قوي قوي، يعني انت خربان قوي قوي طول عمرك طيب وحنين ووديع، لكن اول ما شفت شخص معين هكت جامد قوي اكتر من الطبيعي، يبقى انا هعتبر المايلد ريسبونس دي على انها بوزيتيف. امتى؟ لو واحد مثلا اورجان ترانسبلانتيشن وماشي على اميون سبريشن، يبقى جاست المايلد ريسبونس دي تبقى ايه؟ بالنسبه له بوزيتيف، صح؟ لان هو المفروض ان هو مناعته ضعيفه، ازاي اللي مناعته ضعيفه يعمل الريسبونس ده؟ يبقى دي تعتبر ايه؟ بوزيتيف. مين تاني؟ الاتش اي في انفكتد. الريسنت كونتاكت لواحد تيبركلوزس، تمام؟ او اخذ اي اميون سبريشن تاني بسبب كورتيزون. اختصر لك كل الحاجات دي ان واحد مناعته ضعيفه قوي، يبقى لو واحد مناعته ضعيفه قوي المايلد ريسبونس هتعتبر ايه؟ هتعتبر بوزيتيف. طب ال 15 مللي فيما فوق اللي هو الناس العاديه، الناس العاديه محتاج ان انا عشان اثبت ان هو بوزيتيف يبقى الريسبونس بتاعته ايه؟ جامده. طب مين اللي في النص؟ الناس اللي في النص اللي هو ايه؟ اللي هو واحد عنده مناعه فيها خلل بسيط، او واحد بيشتغل زي انجكشن دراج يوز، واحد شغال في هاي ريسك جوب. هاي ريسك جوب زي ايه؟ دكتور. واحد دكتور، يعني انت دكتور الحاجه اللي في النص دي هتعتبر بوزيتيف. ليه؟ لان انت ليك هاي ريسك وانت اكسبوز للعيانين الايه؟ عيانين التيوبركلوزز، يبقى دي في النص. طب لو واحد كان السنه اللي فاتت نيجاتيف وبعد كده بقى 5 مللي، اشهر مثال هيجي لك عيانين بتوع الروماتويد. القرار بتاع وزاره الصحه، معرفش انتوا لو فيكوا انتوا عشان مفيش حد بيشتغل بطنه او كده تروحوا حميات، لكن الوزاره دلوقتي بتشترط عشان يعمل لك قرار تاخد الدواء بتاع الروماتويد البيولوجي، بيقول لك لازم تعمل تحليل تيوبركلين وكده. طب لو عملت تيوبركلين وطلع اقل من 5 مللي بيصرفوا لك انت. طب لو بعد سنه بيقول لك عشان تجدد القرار طلع التيوبركلين ده قلب لبوزيتيف. قلب لبوزيتيف 10 مللي ولا حاجه كده، ده انت اميون سبريست بيولوجيكال والتيوبركلين كان اللي اقل من 5 بقى ايه؟ بقى بوزيتيف. يبقى معنى كده ان في حصل ايه؟ تغيير. التغيير ده هعتبره انا ايه؟ بوزيتيف. طب لو انا لقيت التغيير ده ايه النكست ستيب؟ اعمل تشيست اكس راي واكزامن العيان. ليه؟ لان انا لو واحد تيرن بوزيتيف يعني بقى ليتك
عايز اعرف هو ليتنت يعني في ايه؟ مفيش انفكشن ولا هو ليتنت يعني بقى اكتف تي بي. يبقى العيان الليتنت والعيان الاكتف الاثنين هيتست تيوبركلين بوزيتيف، بس انا عايز اعرف في اكتف انفكشن ولا لا، لان العلاج بتاع ده غير العلاج بتاع ده. واضح؟ يبقى لما يجي لي العيان طلع تيوبركلين بوزيتيف، يبقى الخطوه الجايه ان انا اعرف عنده اكتف تي بي ولا لا، لان الاكتف تي بي بيتعالج باربع ادويه، انما الليتنت تي بي بيتعالج بدواء واحد. واضح؟ لو انا اديت دواء واحد هيعمل ريزيستنس، يبقى انا لازم اعرف العيان ده اكتف تي بي ولا ليتنت. النقطه دي واضحه ولا عيدها تاني؟ يبقى اذا اول خطوه بعد ما اثبت ان عنده ليتنت تي بي ان انا هعرف العيان ده ايه، ليتنت ولا اكتف. خلاص طلع بوزيتيف بالتيوبركلين، يبقى انا هعمل الخطوه الجايه اللي هي اعمل تشيست اكس راي، اعمل كلينيكال اكزام عشان اشوف عنده تي بي في بطنه، عنده تي بي في جوينت، تي بي في الباك. عملت كلينيكال اكزام ما فيهوش، يبقى انت ليتنت وهدي له علاج الليتنت. تمام؟ طيب في حاجه بدل التيوبركلين؟ قال لك اه الكوانتيفيرون. الكوانتيفيرون هو تحليل غالي اغلى من 1000 جنيه، لكن لازم نعرف هو ايه الكوانتيفيرون ولا حاجه. هو الكوانتيفيرون زي التيوبركلين، بس بدل ما بعمله في الجلد بعمله في ايه؟ في انبوبه. يعني انا لما كنت بعمل التحليل في الجلد كنت بعمله في الجلد علشان اشوف المعركه، صح؟ انا الكوانتيفيرون ده هعمله اشوف المعركه، بس بدل ما اشوفها في الجلد هشوفها في انبوبه. ليه ميزه بره؟ ان التيوبركلين لما بيجي لي العيان، بيجي العيان يعمل التحليل ومحتاج يجي بعديها 48 72 ساعه عشان يتقرب، فبره يقول لك يعني انا هاخد اجازه من الشغل مره ومره ثانيه عشان يتقرب، طب ما نعمل تحليل مره واحده عشان ما نسيبش الشغل. ماشي، انا نصب الشركات بتستنفع. المهم دلوقتي انا عايز اعرف العيان ده اكسبوز للتي بي ولا لا ازاي. اول حاجه هاخد لك عينه من الدم، هاخد عينه من الدم بتاعك واشوف اقيس فيه كميه الانترفيرون اللي في الدم. لو خدت العينه بتاعه الدم ولقيت ان الدم بتاعي مليان انترفيرون، انترفيرون عالي قوي 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 قوي، يبقى معنى كده ان في حاجه في مهيجه المناعه بتاعتي قوي قوي، زي العيانين اللي عندهم زياده السيتوكاينز، زي فور اكزامبل مرض زي ستيلز ديزيز. تمام؟ يبقى لو انا عندي المناعه هايجه جدا يبقى في انفكشن بيجرى جوه جسمي، يبقى معنى كده ان السيتوكاينز والانترفيرونز عالي جدا، فيبقى التحليل كده انفاليد، ما ينفعش يتعمل. لو انت شفت الكوانتيفيرون يطلع لك التقرير ايه؟ انديترمنت. طب لو انا البيز لاين مفيش انترفيرون، بدخل على الخطوه اللي بعديها ادي لك حاجه بتهيج المناعه جدا جدا جدا، فيموس نايتروجين، ادي للخلايا. لو الخلايا دي طلعت انترفيرون كتير يبقى اقول المناعه بتاعت العيان ده قشطه شغاله كويس قوي، واقدر ابروسيد تو ذا ثيرد ستيب. طب لو انا اديتها الحاجه اللي بتهيج الخليه دي وما طلعتش انترفيرون، يبقى المناعه بتاعت العيان ده ضعيفه قوي 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 ونايمه، ولما اجي اعمل لها التست اللي بعده اكيد مش هتستجيب، فيبقى التحليل ده انفاليد انديترمنت. طب اهو نقطه على الخطوه الثالثه، اديتها بقى التي بي انتيجين، يعني كاني اديتها البيوريفايد بروتين ديريفيتيف ده، راحت جايه مطلعه انترفيرون كتير قوي، يبقى معنى كده ان الخليه دي شافت التي بي قبل كده ولا لا؟ اكيد شافتها، يبقى التحليل كده ايه؟ بوزيتيف. طب لو ما طلعتش انترفيرون وما شافتهوش قبل كده يبقى التحليل ايه؟ نيجاتيف. تاني يبقى ايه هو تحليل الكوانتيفيرون؟ ده تحليل اليزا بيقيس كميه الانترفيرون اللي في الدم. بيقيسها ازاي؟ على ثلاث مراحل. اول مرحله ان انا اشوف في كميه انترفيرون في الدم ولا لا. لو لقيت الانترفيرون في الدم عالي جدا يبقى معنى كده ان في حاجه مهيجه المناعه بتاعت الجسم، فيبقى التحليل انفاليد لان المناعه هايجه من غير ما احط اي حاجه، يبقى قياس الانترفيرون ملوش اي قيمه. لا، عديت الخطوه دي الانترفيرون في الدم قليل، احط خش على الخطوه اللي بعدها، ادي حاجه بتهيج اي خلايا في الدنيا ايا كان البني ادم، لقيتها ما هيجتش المناعه بتاعت العيان ده اهو، يبقى معنى كده ان العيان مناعته ضعيفه، يبقى معنى كده ان هو عنده اميون سبريشن، يبقى التحليل انفاليد. طب لو هو المناعه بتاعته هاجت وطلعت الكميه الانترفيرون، ابروسيد تو ذا ثيرد ستيب واديله تي بي انتيجين، ساعتها لو ريسبوند يبقى هو شافه قبل كده، لو didnt respond يبقى هو ما شافوش، يبقى اعرف ده بوزيتيف. اذا الكوانتيفيرون از نوت ا تيست اوف اونلي تي بي، ات از ا تيست اوف اميونيتي. يبقى انا لما ادي انترفيرون اللي بعمل التحليل ده اهو، التحليل ده اهو هيديني معلومات اكبر من البني تي بي. لو انا عندي عيان في الرعايه
وعملت له الكوانتيفيرون. والمشكله في مصر ان المعامل بتخبي الارقام دي عشان بتخاف انها تلخبط الدكاتره. انتوا المفروض دلوقتي فهمتوا الكوانتيفيرون فتقدر تستفيد بالمعلومات او هو بياخد عينه واحده بس بيفصل الكريكس. هو بياخد تقريبا كذا ازازه، بياخد كميه كبيره عشان يعمل التحليل ده. ما انت بتقسم في الانبوبه، في الانبوبه التحليل ده كله تحليل في الانابيب. هي الفكره بتاعت التحليل ايه؟ الملاعب بتشتغل ازاي؟ هي الخلايا عايشه، الخلايا مش بتموت، الخلايا مش بتموت. طب حضرتك في المعمل تحليل الكوانتيفيرون من التحاليل اللي ما بتتخزنش مده طويله لهذا السبب اللي حضرتك سالته. يعني هتلاقي ان هو يعني احنا لما كنا في المعمل كانوا ساعات بيرفضوا العينات تتسحب قبل يوم الاجازه اللي هيتعمل فيه التحليل. تمام؟ عايزين الخلايا عايشه عشان يعمل فيها الايه؟ التست ده. لا هو بص اي حاجه في الكتاب اسمها ايجرا انترفيرون جاما ريليز اسي. كوانتيفيرون ده زي بيبسي، انت تقول انا عايز اشرب حاجه ساقعه بيبسي 7 كوكاكولا، فده اسم تجاري عشان كده عمرك ما هتلاقيه في الكتاب. كوانتيفيرون ده اسم تجاري، لما الاسم العلمي انترفيرون جاما ريليز اسي. في منه كوانتيفيرون وفي تحليل اسمه تي بي سبوت. هو اسمه كوانتيفيرون تي بي جولد، ده اسم التحليل بس ده اسم ماركه. ماركه تمام، ده اسم ماركه. لكن في الكتاب هو واحد يعني هو واحد. الكتاب هتبقى مكتوب انترفيرون جاما ريليز اسي، فهمنا؟ يبقى انا ممكن اطلب التحليل الكوانتيفيرون ده از تيست اوف اميونيتي اللي هو دليل على الاميونيتي بتاعتنا. مصطفى بعد اذن حضرتك، يعني لو العيان على ستيرويدز يبقى كده هينفع انترفيرون مش نيجاتيف. لو عيان ماشي على كورتيزون التي بي بتاعه هيطلع انديترمنت. تمام؟ وعلشان كده الكوانتيفيرون مور سنسيتيف على التيبركلين. التيبركلين بيطلع لك بوز يا بوزيتيف يا نيجاتيف، لكن ده في اختيار. تمام؟ التيبركلين ممكن يتاثر بالبي سي جي فاكسين، يعني احنا كلنا واخدين البي سي جي فاكسين، ده ممكن يخلي التيبركلين بتاعنا بوزيتيف، لكن ما يخليش الكوانتيفيرون بتاعنا بوزيتيف. طبعا في فولس بوزيتيفز وفولس نيجاتيفز في اي تحليل في الطب، لكن اللي واخد البي سي جي احتمال البي سي جي يخلي التيبركلين بتاعه بوزيتيف، لكن ما ينفعش البي سي جي يخلي الكوانتيفيرون بتاعك بوزيتيف. واضحه؟ طيب لو انا شخصت اللي انت ليتن تي بي، ليتن تي بي الليتن تي بي ده علاجه ايه؟ ايزونايزايد 9 شهور او 6 شهور او ايزونايزايد ريفابنت 3 شهور او ريفابنت. ليه احنا بنعالج؟ الفكره في الريجيمنز بتاعت العلاج ده هو ان انت لو انت عندك ليتن تي بي يبقى انت ات ريسك اوف اكتيفيشن اوف تي بي، او لو مناعتك هتضعف. احنا هنا في مصر الروتين ان احنا بنتست الليتن تي بي قبل اي حاجه هتسبريس الاميونيتي زي علاج الاورام او علاج الروماتويد، فساعتها هندي لك علاج عشان يموت البكتيريا اللي عندك تقلل ريسك اوف اكتيفيشن اوف ذس ليتن تي بي بتتحول الى اكتف او اوفر تي. تمام؟ في اربعه ريش. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد سعيد شهاب الدين، استشاري نساء وتوليد مستشفى منوف العام، مرشح لعضويه نقابه الاطباء فوق 15 سنه فوق السن ان شاء الله بامر الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان ليس للانسان الا ما سعى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل اللي احنا عملناه وبداناه واحنا بره النقابه عشان الناس بتقول النقابه غير مجديه، احنا بدانا عملنا صالون ثقافي بيتعمل اسبوع شهريا يوم الجمعه وبنستضيف فيه المثقفين والادباء والدعوه مفتوحه، وان شاء الله نجيب لحضراتكم دعوه الجمعه القادمه ان شاء الله. وانا بره النقابه بعمل مكتبه ورقيه ثقافيه تضم امهات الكتب لجميع الاخوه الزملاء، هتفيدنا وتفيد ولادنا ان هم يقروا ويتعلموا ويحبوا الكتب، هتبقى جوه النقابه والاستعاره مفتوحه. احنا بنحلم نعمل مشروع تكافل، بنحلم نعمل مشروع علاج لينا. معلش يا جماعه لو الحلم كبير علينا خلينا نعمل خطوه وغيرنا يكمل، خلينا نبتدي نحط لبنه في البناء وغيرنا يبني عليها، لكن كلنا لازم نحلم بده ونحاول ونسعى جاهدين. لازم نحس بجدوى النقابه بتاعتنا، لازم ما نتجرمش في جرائم الاخطاء الطبيه، لازم ما نتعرضش للدخول في القفص عند الخطا الطبي والمهني، ده حاجه كده طبعا لا تليق. لازم يكون لنا مستشفى تعالجنا، لازم يكون لنا صندوق تكافل نقدر ندفع بيه المبالغ اللي احنا نتعرض لا سمح الله لو ابتزازنا مريض مستغل في حين الخطا الطبي.
دي كلها افكار نرجو بدعمكم ومساندتكم وقدرتكم. احنا عارفين مستشفى الحميات دايما يعني صداقه للخير والبركه وللعمل الصالح ان هي بتحاول تؤازر. ما نقولش النقابه عملت لنا ايه، احنا نعمل لنفسنا الاول، نعمل نصوت، وخصوصا ان في ترشيح كمان للنقيب العام. النقيب العام هيبقى المعاد ان شاء الله 11/10 تاني جمعه في شهر اكتوبر ان شاء الله. معانا الدكتور احمد الطباخ مرشح تحت السن ان شاء الله من مستشفى اشمون العام، وده طبعا تحت السن هينوب عن الدكاتره الصغيرين الشباب في مشاكل النواب ومشاكل الترشيحات للجامعه والفلوس الكتير اللي بتندفع كمصروفات. احنا هنسعى وعلى الله التكلان ومتوكلين على الله وآملينكم وقدرتكم ودعمكم الكبير. كل سنه وانتم طيبين، ميعادنا 11/10 ان شاء الله الجمعه الثانيه في شهر اكتوبر بامر الله. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. فاصل ونواصل. ايه؟ لا انا خلاص الفاصل خلص. انا عايز اسالك بس يعني الديفينيشن اوف ليتنت تي في اني الاقي سكين تيست بوستر ومش لاقي اي ليجن ومش لاقي سيمتوم ولا حاجه. بالظبط كده، عيان اي سيمتوماتيك ومفيش اي حاجه لكن التيست تابل، ده ليتنت تي في. تمام؟ هنفرقه زي من الفولس بوزيتيف زي اي حاجه في الطب بقى. ياما شفنا عينين فولس بوزيتيف هياخد العلاج وهو مظلوم. اي تحليل زي انت ما تعمل مثلا كلتشر من السي اس اف وتطلع لك فولس بوزيتيف هنعمل ايه؟ لازم بص هي الحياه كده لعبه، وانت وهو الدكتور اسمه حكيم ليه؟ عشان بيوزن. اعتمد طبعا ما ينفعش انت تبقى هيجي لك عيان هياخد علاج سرطان ويطلع لك التوبركليت بوزيتيف وتقول لا انا حاسس ان هو فولس بوزيتيف. ها؟ هتعمل كونتيفيرون لو انت شاكك في التوبركليت. ما احنا التوبركليت ده سهل ورخيص جدا نعمله، لكن في ناس بيحبوا الكونتيفيرون عشان مور سنسيتيف ولا يبقى فولس بوزيتيف ولا فولس نيجاتيف. لكن على فكره هل في بكتيريا تخلي في الكونتيفيرون بوزيتيف؟ في مايكوبكتيريوم كانساسيا ومايكوبكتيريا سولجاري ومايكوبكتيريوم مارينا. ايوه هتقول لي احنا مش هنخلص. ايوه مش هنخلص، ما هو الطب كده ان انت دايما يطلع لك حاجات فولس بوزيتيف وحاجات فولس نيجاتيف. وعشان كده قلنا الدكتور اسمه حكيم ليه؟ عشان بيوزن، يبقى عنده المعلومات ويبدا يفكر. لكن هي لو كان لو عارف لو كانت الحكايه خلصت بوزيتيف ونيجاتيف كان الكمبيوتر حل الدكتور. لكن ليه الدكتور؟ لانه لازم هياخد في ستيريو اكزامينشن ويوزن الريسك فاكتور. طيب ايه تاني هنشخص بيه الاكتف تي في؟ هنشخص الاكتف تي في دلوقتي ده اللي بنعمله في الحميات او في مستشفى الصدر كل يوم. بيجي لي العيان زي البنت الصغيره اللي شفناها النهارده لسه داخله جديد دي، عندها ايه؟ عندها لانج ليجنز. لانج ليجنز والكف قاموا جايين وساحبين لها سبيوتر. المفروض العيان يتعزل. امتى يتعزل؟ زي ما دكتوره ريم قالت في المحاضره، يتعزل من الاستقبال once we suspect ان هو تي في. ليه؟ لان لو هو ما اتعزلش هيعدي ناس كتير. طب سؤال يا دكتور، احنا شفنا عيانين كتير اوبن تي في وما عادوش اي حد، ده كله كلام بتاع امريكا وكلام في الهجايز. احكي لك حكايه صغيره علشان انت تتخيل الكلام ده كلام في الهجايز ولا كلام بجد. اسمع الحكايه دي. عندنا في المستشفى اللي انا كنت شغال فيها اسمها مستشفى البريسبيتيريا دي، جت واحدة عاملة الطوارئ اللي هي بتسجل العيانين، أول ما عيان يدخل تحط اسمه بدل ما تسجله في ورقة على الكمبيوتر وكده، حلو؟ العيانة دي اكتشفوا بعد فترة إنها عندها أوبن بالمونري تي في. جميل؟ طيب. قالوا إيه؟ قالوا طالما عاملة وكانت في المستشفى يبقى إحنا لازم نعمل سكريننج لكل الناس اللي قابلوا العيانة دي، وأنا كنت منهم. أنا كنت منهم لأن أنا كنت شغال في المستشفى. لازم نعمل لهم سكريننج علشان نعرف في كم واحد منهم اللي اتعرض ممكن جاله الانفكشن. تفتكروا لقوها عدد كم واحد؟ حوالي 2300. يعني ايه عددهم؟ يعني انا كنت بعالج واحده من العيانين اللي قابلت العيانه دي. كشفت عندي انا بشتغل ترانسبلانت انفكشن ديزيز، كنت بحضرها لزرع الكلى. كشفت عندي ورحت انا كاتب ايه؟ المريض لائق زي الفل. وعملت لها كوانتيفيرون وطلع نيجاتيف. قابلت الست دي وراحت جايه لي في الكشف تاني. ليه جايه تاني؟ لان احنا بعتنا لها جواب قلنا لها انت قابلتي الموظفه دي تعالي، لقينا الكونتيفيرون بتاعها طلع ايه؟ بوزيتيف.
يا خبر ابيض. هي الست دي قابلت حوالي 20,000 واحد، فكانت كارثه على المستشفى الانفكشن كنترول اللي انت كنت مضطر تبعت 20,000 جواب. ومين الكوانتيفيرون التحليل ده ابو 1000 جنيه، مين اللي هيدفع ثمنه؟ المستشفى طبعا هتبعت ثمنه وهتبعت جواب. طلعت في الاخبار بقى، الحق اتفرج. دي نمبر 1 هوسبيتال باي ريفينيو. الميزانيه بتاعت المستشفى دي اكبر من ميزانيه الصحه بتاعت مصر، 14 مليار دولار. حلو، مستشفى كبيره قوي ادفعه بقى. ها المستشفى دي قابلت الست 20,000 واحد، فتخيل الكارثه. هتقول لي طب وانا مالي؟ هقول لك تخيل ان انت قابلت عيانه من الاوبن تي بي دي، ولا قدر الله حصل بعد شهر ولا حاجه ليك مشكله محتاج تاخد كورتيزون. اتفرج على اتفرج. ليه؟ لان مجرد مقابله العيانه اللي هي كانت في الاستقبال ادى الى ان انت تتعدي، وانا شفتها بعيني. احنا ليه بنقابل عيانين التي بي وما بتحصلناش حاجه؟ هتقول لي ما انا بقابل عيانين التي بي كتير وما بتحصلش حاجه. ايوه، لان هو البكتيريا دخلت عندك ونايمه ليتك. فانا متوقع ان احنا كلنا ايه؟ ليتك. لكن لا قدر الله لما مناعتك هتبدا تقل، ساعتها ايه؟ هتتفرج على اللي هيحصل. ماشي؟ المشكلة ان البي سي جي باكسين لقوا ان هو التأثير بتاعه بيروح تقريبا بعد 5 ل10 سنين. فالهدف بتاع البي سي جي باكسين اللي الـ WHO قايلاه علشان تمنع تيبي من الجايتس في الأطفال، في ناس بيتنيهم بوزيتيف بسبب البي سي جي باكسين مدة طويلة في العمر، صحيح. لكن هم لقوا ان معظم الناس بتبقى ايه؟ نيجاتيف. فتقريبا بتلوز البروتكشن بتاع البي سي جي. طب انا هدفي من الكلام ده ايه؟ هدفي ان اقول لك ان لما تلاقي عيان سسبكت للتي بي، من فضلك من وهو داخل المستشفى اعزله علشان ما يعديش حد تاني. احنا ما عندناش نيجاتيف بريشر روم هنا، اقعدوا بس في اوضه لوحده وخلاص. ماشي تمام. المفروض المصري بقى ان 95، ما عندناش ان 95، خلاص ما تدخلش. هل الماسك العادي بيمنع؟ لا، عشان كده الدكتور قال لي اجيب لك ماسك عادي. ما بيمنعش يعني لبس الماسك. نعم، في انت خدت صحيح، انا ما كنتش اعرف. طب تقول لي انت اتعرضت ليه؟ المهم ان انت ايه؟ ان انت تلبس ان 95، تمام؟ ده اللي هيحمي. طب الثاني ما بيحميش، هتلبسه؟ ما اعرفش. هيحميك ولا لا؟ ماشي؟ طب عايز تشخص العيانه هتعمل ايه؟ هتبعت سبيوتم فور اسيد فاس باسيلاي. هتبعت كام عينه؟ هتبعت 3 سبيوتم. كانوا زمان بيبعتوا كل يوم الصبح. السي دي سي قالت لا، لو عايز تخرج العيان من الايزوليشن ده وترول اوت هتبعت 3 عينات فرقهم 8 ساعات انكلودنج مورنينج 7. يعني هتبعت واحده الصبح، واحده العصر، واحده بالليل. ليه هم عايزين يبعتوهم في خلال 24 ساعه؟ عشان تنجز، لان تكلفه الايربورن ايزوليشن دي تكلفه عاليه. الماسك الواحد ده ثمنه مش عارف 50 جنيه، فلو كل ممرضه داخله وخارجه هيدفع 50 جنيه كل دكتور، هتكون النتيجه انها تكلفه عاليه جدا. في حاجه ثانيه غير التكلفه؟ ركز في دي قوي 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 عشان دي مهمه المستشفى الحكوميه. لا حاجه ثانيه خالص. ايه اللي هيحصل لو عزلت كل العيانين؟ اكتشفوا في الاستادنز ان العيانين اللي بيتعزلوا الريت اوف كومبليكيشنز بتاعهم اعلى. ليه؟ لان الممرضه لما بيكون العين معزول مش بتدخل له كتير. انت نفسك كدكتور لما بتيجي العيان معزول يقول لك الحق في عندك 10 عيانين، تقول انا همر وخلي العين اللي في العزل ده في الاخر، انا لسه هلبس ماسك وجو ومش عارف ايه. لا، ده حتى الكلام ده في امريكا عملوا استادس كانوا بيراقبوا العيانين المعزولين، لقوا ان الدكاتره بتدخل لهم اقل والتمريض بيدخل لهم اقل، لقوا ان بيحصل لهم فعلا كومبليكيشن اكتر، بيقع يتكسر، يجي له حاله نفسيه. ليه؟ علشان هو معزول عن اللي حواليه. فعلشان كده ابتدوا يبقى في ترند ان انا عايز اخصص وقت الحكايه العزل واخرج الناس بايه؟ باسرع ما يمكن. ماشي؟ هنعمل ايه عشان نخرجه؟ هنبعت 3 عينات مفصلهم اكتر من 8 ساعات انكلودنج مورنينج 7. لو طلع اللي هو السبيوتم بوزيتيف ديزيز لينسيت، خلاص انا عرفت الموست لايك تي بي. طبعا في حاجات نون تيوبركلاس ثانيه هتديك بوزيتيف ديزيز لينسيت، فعشان كده لازم اكونفيرم يا اما بالبروب يا اما بالكالتشر. لكن احنا في مصر البلد فيها تي بي اندمك، اظن ان ده هيكون ايه؟ يرجح لنا قوي ان هو تي بي. طب انا العيان ما بيجيبش سبيوتم، هعمل له سبيوتم اندكشن، اعمل له نيبيولايزر وهايبرتونيك سلايد، ولا انهي احسن؟ اعمله برونكو البرا لافاج. قال لك لا، اعمل السبيوتم اندكشن احسن من ايه؟ من البرونكو البرا لافاج. هايبرتونيك سلايد يهيج الاير واي، تكح، تطلع السامبل تعمل لها اناليسيس. حلو؟ بعد كده في طريقه ثانيه
طب بدل ما تعمله زي اللي انت تعمله ايه جين اكس، يبقى هنبعته لمستشفى الصدر في منوف ولا كشمون في شبين، هتبعته لمستشفى الصدر في شبين هيعمل بي سي ار. ليه؟ لان البي سي ار دور ايه مور سنس، يبقى انت عشان تشخص بامورتي ولازم تعمل كلتشر، لان الكلتشر ايه از جولد ستاندرد. يبقى تي بي كلتشر اللي هي على البيجت او على اللوبنشتاين جنسن القديمه دي، هي دي الجولد ستاندرد فور دايجنوستيك اوف تي بي. هل ممكن الجين اكسبرت يبقى فولس بوزيتيف؟ لا ايوه طبعا ممكن يكون، احنا اتفقنا ان مفيش تيست في الطب ما فيهوش فولس بوزيتيف او فولس نيجاتيف. معلش ما تزعلش مني بس هي دي الحقيقه، مفيش تيست في الطب ما فيهوش فولس بوزيتيف، عشان كده التي بي كلتشر از جولد ستاندرد. لكن لو انا طلع لي جين اكسبرت بوزيتيف هعالج عليه؟ ايوه هعالج عليه، تمام؟ في فرق، شوف في فرق، هل هو فوق بس انا هعالج عليه؟ ايوه هعالج، تمام؟ يبقى دي نقطه واحده. طب انا عندي بلورال تي بي، بلورال تي بي هعمل ايه؟ قام جاي ساحب الفلويد وعامل ايه؟ زي اللينس وعامل له كلتشر وعامل له جين اكسبرت. طب الجين اكسبرت في البلورال يقول لك ما تعملوش، السنسيتيفيتي بتاعته قليله جدا. طب من فضلك ما تبعتش جين اكسبرت، يبقى طبيعي ماشي. لو طلع بوزيتيف قشطه هنعالج ايه، بس السنسيتيفيتي قليله لدرجه ان احنا بنقول ما تبعتش. حلو، وهنبعت كمان الجين اكسبرت ممكن في بادي فلويدز ثانيه، يعني في ايه؟ في البيريتونيوم عشان تي بي اسايتس، تي بي بيريتونايتس هتبعته من الـ من الـ من الاسيتيك فلويد، هتبعت تي بي. ده ممكن الجين اكسبرت كمان يتعمل على تيشو، يعني خدت ليمف نود ممكن تعمل جين اكسبرت على ليمف نود عشان تشخص. ولازم برضه هتعمل ايه؟ كلتشر. ليه؟ لان الكالتشر از جولد ستاندرد، وعشان الكالتشر هتعمل عليها انتي بايوتيك سسبتبيلتي، تمام؟ الجين اكسبورت اللي موجود في مصر فيه ميزه ان هو مش بس بيديتكت البي سي ار بتاع التي بي، لا بيديتكت كمان الريزيستنس جينز اللي هي بتاعت الايزونايزايد والايه؟ والريفنت، فتقدر على اساسه تعالج الدراج ريزيستنت تي بي. انا مش هتكلم النهارده على الدراج ريزيستنت تي بي بالتفصيل، لكن هنقول ان شاء الله في المحاضرات في الطلبه ان يعني ده يعني ايه اوتسايد سكوب، يعني تلاقي عدد قليل من الناس هيحتاج يعالج دراج ريزيستنت تيوبركلوز، تمام؟ فالجين اكسبرت هيديك البوزيتيف والنيجاتيف وهيديك كمان الجين. طيب هل ممكن اعمل كوانتيفيرون في الفلويد؟ قال لك اه، انت ممكن كمان تعمل كوانتيفيرون في البلورال او في البريكارد، هي دي حاجه جديده لازم نعرفها مكتوبه في الجايد لاين. طب سؤال، هل الكوانتيفيرون يشخص الجولد ستاندرد بتاع التشخيص بتاع اي انفكشس ديزيز هو ايزوليشن اوف ذا بكتيريا؟ علشان كده التي بي كلتشر هي الجولد ستاندرد، فالكوانتيفيرون لوحده بيساعد التشخيص. طب سؤال، احنا في مصر بلد التي بي فيها اندميك، هل ممكن نعالج عيان والكالتشرز بتاعته نيجاتيف؟ الاجابه ايوه، ومكتوبه في الجايد لاينز، بيقول لك لو انت هايلي سسبيشس ان العيان ده عنده تي بي في بلد التي بي فيها انديميك وكل الكالتشرز والتيستس بتاعتك نيجاتيف، يو ار وارنتد تو ستارت ثيرابيوتيك ترايل، تمام؟ يبقى لو حد هيبدا ثيرابيوتيك ترايل انا مش هزعل منه ولا الجايد لاينز هتزعل منه، يبقى انت من حقك ان انت طالما في بلد انديميك وجالك عيان كف وفيبر وويت لوس وعملت له الانفستيجيشنز وطلعت نيجاتيف، ممكن تبدا امبيريك تريتمنت اربع اسابيع وتشوف الحكايه. بس طبعا مش معنى كده ان اي عيان يجي لك في العياده تقوم جاي هبده انتي تشيبتس. ليه؟ لان انت كده مش ماشي الجايد لاينز، الجايد لاينز بيقول لك اعمل اللي عليك وبعد كده لو ما لقيتش نيجاتيف، ما ينفعش تديها امبيريك. ثانيا لو جيت انت اديت للعيان بالهابولي هيقوم العيان موقف الدواء، ويقوم لما يوقف الدواء يعمل ريزيستنس، فانت لازم تمشي مظبوط. ولهذا السبب وزاره الصحه المصريه منعت الريفامبل من كل الصيدليات، اكيد انتوا كلكم عارفين ده، هو مش موجود غير في الحميات والصدر. ليه؟ لان الناس ابتدت تستعمل الريفامبل بالعبيط في اي انفكشن، فتكون النتيجه انها بتعمل دراج ريزيستنت تي بي. طيب الاوبجكتيفز اوف انتي تيوبركلوس ثيرابي، انا عرفت اخلص. الاوبجكتيف ايه؟ رابيدلي ريديوس ذا نمبر اوف اكتيفلي جروينج باسيلاي، ايراديكيت ذا بوبيوليشن او بريفنت دراج ريزيستنت. انا عايزك هنا سيبك من التي بي، انا هنقول في واحده هي قاعده في علم الانفكشنز ديزيز كلها، بتقول لك ايه؟ افهم القاعده دي عشان دي هتفهمك حاجات كتير قوي في الطب ما كناش يمكن واضحه. بتقول لك احنا ليه بندي في علاج التي بي اربع ادويه؟ قال لك عشان ثلاث حاجات، اقلل عدد البكتيريا اسرع ما يمكن علشان اموت البكتيريا اللي ممكن ترجع تاني، وعلشان امنع الريزيستنس. يبقى اذا اي انفكشن خطير
لازم لما تيجي تعالجه تدخله بايه؟ بكذا انتي بكتيريال او انتي فايرال او انتي فايرال. يبقى لما نيجي نشرح ان شاء الله ميوكورمايكوزس هقول لك في العيان اللي بيموت سبريس احنا ممكن ندي ثلاث ادويه، يبقى انت فهمت ليه؟ لنفس الايه؟ السبب. طب الاتش اي في اللي كان عقده في العلاج لحد دلوقتي فبقينا نعرف نعمل له سبريشن في اربع اسابيع ويبقى العيان بسبب ايه؟ بسبب ان انت بتدي انتي فايرالز multiple acting on multiple sites. ليه؟ عشان تقلل reduce the number و eradicate و prevent the resistance. إيه عندنا hepatitis C عايزين نعمل حاجة اسمها pan genotypic drug للhepatitis C صح؟ يبقى عملوا ايه؟ ادوا دواء في كذا ايه؟ active constituent. يبقى direct acting antivirals. ليه بيدي كذا دواء؟ ادي multiple antivirals acting على multiple sites علشان حاول تأفويد ريزيستنت وتريديكيت اسباكس از يو كان الفيروسز او الفنجس او البكتيريا. يبقى دي الفكره اللي احنا هنعرفها بعد كده مع اي سيفير انفكشن بندي مالتيبل دراكس اكل مالتيبل سايتس تقلل البكتيريا باسرع ما يمكن بتمنع الريزيستنس اللي موجوده تمام. يبقى ده كونسبت هنعمله بعد كده في اي انفكشن. علاج التي بي انا مش هدخل فيه بالتفاصيل بس احنا عارفينه الرايت ديفامسين وايزومايزايد وارزينا وايد بتاميتول عندنا فيرست لاين وعندنا سكند لاين. بس انا عايز اقول لك حاجه دايما بركز عليها في المحاضره لما بقولها ايه خلي بالك من اخر دوايين دول ليفوفلوكساسين وموكسيفلوكساسين. ايه بقى المشكله في الليفو والموكسيفلوكساسين؟ افتكر الدوايين دول كمالك موكسيفلوكساسين هابلوكس ادويه احنا بنستعملهم كتير قوي صح؟ طيب التمالك هتمشي ليه؟ ايه؟ لا خليها انا عندي بنتي قدها بالظبط فهل على مش خليكي قاعده مش تعلمه احسن ربنا يكرمك. طيب اللي احنا عايزين نقوله ايه حتى انا يمشي. طيب المهم تبارك وابلوكس دي ادويه موجوده في السوق وممكن تعالج النمونيا. طب انا ليه عايز انبهك ليها؟ ركز في الحكايه دي لان انت ممكن تلاقي دكتور العيان ده راح عياده خاصه والدكتور كتب له تبارك او كتب له ايه ابلوكس او تباسين او اي بديل. فانت تيجي تعمل له سكرينج وتعمل له سبيوتر اي اف بي يطلع ايه؟ يطلع نيجاتيف لان انت مدي برايور انتي بوتيكوس انتي تيوبركلس اكتيفيتي فيخلي لك الكالتشرز او السبيوتر ايه؟ فولسلي نيجاتيف. فتخلي بالك من المعلومه دي ارجوك علشان كده انت لو داخل جالك عيان سسبكتد نمونيا عيان نمونيا او سسبكتد نمونيا قبل ما تبدا له العلاج ابعت التيوبركلوزس تيست. ليه؟ لان انت لو بدات حاجه من الحاجات دي ممكن تسبرس وتخلي لك التحليل ايه؟ فولس نيجاتيف. فدي من الحاجات اللي بتخلي فولس تمام؟ يبقى ابدا الريجولار تريتمنت وما تبداش الكوينولوز دول لان ليهم ايه؟ انتي تيوبركلوس اكتيف. واضح؟ يبقى دي المعلومه اللي مهمه. الريجيمنز احنا عارفينها طبعا تبدا شهرين وبعدين تكمل وعلى حسب عنده كافيتي ولا لا مش هندخل في التفاصيل النهارده. في ناس اللي هم بيسموهم هاي برايورتي فور دوت دوت اللي هو دايركت اوبزرف ثيرابي. مين العيانين اللي انت لازم تشوفهم وهو بياخدوا الدواء؟ ببساطه شديده جدا العيانين اللي خطر تسيبهم ياخدوا الدواء لوحدهم. ليه خطر؟ خطر على نفسه او خطر على الايه؟ على الاخرين. خطر على نفسه واحد مجنون، واحد مسجون، وعيل صغير، واحد انت مش ضامن ياخد الدواء ولا لا. يا اما واحد خطر على الناس، يعني واحد عنده كافيتي قد كده وعنده فيري هاي بكتيريا لود شفتها في السبيوتر. يبقى ده خطر، واحد معدي جدا. فالواحد المعدي جدا ده هتكون النتيجه انه هيعدي ناس كتير، فانت لازم تكون متاكد ان هو ايه؟ بياخد الدواء. طيب المثال اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ان في ولايه نيويورك في عندهم قانون ظريف. القانون ايه؟ اسمع القانون ده عشان تعرف الناس بتفكر بره ازاي. انت لو عندك تيوبركلوزس هتاخد الدواء. طب لو لقوك ما هتاخدش الدواء هيعملوا فيك ايه؟ يقولوا لك هتاخد الدواء يا اما هتدخل السجن تاخد الدواء. حلو؟ ما بتهزرش. احنا مش هنسيبك تعدي الاخرين. حلو؟ طب لو انت دخلت المستشفى والمستشفى مش عاجباك حسب الطلب عادي. طب لو انت الدكتور حطك علشان تطلع سبيوتم فور ترول اوت دي تي بي يبقى مش من حقك تخرج حسب الطلب. هتنيك قاعد في المستشفى وهجيب لك عسكري يقف لغايه لما تبقى نجم. واضح؟ كان في نواب يقول لك مره كان نواب معايا يقول لك
الراجل ده قرفني وعايز يخطب والله لو حطيت له رول او تي بي انا اللي قعدك ايه يقرفه. يبقى انت عايزك تفهم ليه هم عايزين يعملوا كده، لان التي بي ده مرض قاتل. فازاي اسيب واحد عنده مرض قاتل يعني الايه الناس هنا؟ طبعا العيانين التي بي ماشيين ويكحوا في وشك ويتف عليك وعايز خالص. المهم التريتمنت انتربشن ده انا مش هقول بالتفصيل، بس انت تريتمنت انتربشنز يعني ايه؟ يعني لو واحد وقف الدواء تعمل ايه؟ لو واحد وقفه اقل من 14 يوم او اكتر من 14 يوم، كل ده في الجايد لاينز هسيبه لكم. تريتمنت ان سبيشال سيتويشن، عشان دي اخر سلايد عندنا. يعني ايه سبيشال سيتويشنز؟ يعني امتى التيوبركلوزس هتبقى حاله خاصه؟ ركز في الحكايه دي. ايه الحالات الخاصه اللي علاج التيوبركلوزس فيها مختلف عن حالات التي بي الثانيه؟ اول حاجه ويز اتش ال بي. ليه؟ عشان عارفين ان العيان ده اللي عنده تي بي مع اتش اي بي ده مشكله. ليه مشكله؟ التي بي عندي في اللنج مغرق اللنج وعايش ومتعايش وقاعد ديفايد ولا همه ليه، لان مفيش مناعه تصده. العيان عنده اتش اي بي، انت تيجي تاخد الدواء بتاع الاتش اي بي الانتي ريتروفايروس، اول ما تاخد الانتي ريتروفايروس يبدا المناعه تقول ايوه بقى ايوه انا جايه وهوريك. تصحى تلاقي مين موجود في اللنج؟ تي بي. تبدا دب 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 تلطش فيه، فلما تلطش فيه يحصل سيفير انفلاميشن يدخل العيان في الاير بي اس ممكن يموت. يبقى هو مات من ايه؟ مات من المعركه. لما يكون عندك كريبتوكوكس في دماغك بتحصل نفس الحكايه. بيجي لك ايه؟ ان العيان يموت اول ما ياخد الدواء. بيسموها ايه الحكايه دي؟ اميون ريكونستيتوشن انفلاماتوري سندروم ايرس. يبقى الايرس هي اللي ايه؟ اللي بتموت العيان. ولهذا السبب قالوا ان لما يجي لك عيان تي بي مع اتش اي بي ابدا علاج التي بي الاول، وبعد 12 اسبوع دخل الايه؟ الانتي ريتروفايرال. طب لو عيان مكحور خالص والاتش اي بي مبهدله، هل ينفع نبدا الاثنين؟ الناس احتاروا لان حصلت مشاكل. فعملوا استادي في جنوب افريقيا اللي هي البريدارت اللي شفتها بتاعت اليونان جورنال اوف ميدس. دي قال لك ايه؟ قال لك طب لما نيجي نبدا الانتي ريتروفايرال مع كورتيزون. ليه؟ الكورتيزون عشان يهدي المناعه شويه، والانتي ريتروفايرال عشان يبيلد الايه؟ الاميونيتي بتاعه. يبقى الايه؟ الكورتيزون بيمنع الايه؟ المعركه، والانتي ريتروفايرال سيبه. ولو جابت نتائج حلوه بداوا ان هو ايه؟ يبداوا الاي ار تي. فهمنا؟ يبقى اذا الافضل لو العيان الاتش اي بي ده الاتش اي بي ما فيهوش مشكله دلوقتي، الافضل تبدا الايه؟ الانتي تيوبركلس الاول. لكن لو العيان مكحور محتاج ابدا الانتي تيوبركلس، يبقى ممكن ادي حته كورتيزون علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر امنع السيفير انفليشن. واحد. اثنين، تيوبركلس بيريكاردايتس. الاستادي زمان كانت بتقول علشان هتمنع الادهيجنز ومش عارف ايه ادي كورتيزون، صح؟ الاستادي الجديده قالت لا مش لازم كورتيزون، فدي تاني حاجه اتغيرت. العينين بقوا بيتشخصوا ايرلي فمش لازم كورتيزون في التي بي بيريكاردايتس. التي بي مننجايتس ده احنا عارفينه بقى، التي بي مننجايتس ده محتاج كورتيزون. يبقى اذا اللي يدير التي بي مننجايتس على التي بي العادي ان بلس الرايت ان انا بدي ستيرويدز عشان امنع الادهيشن اللي ممكن تؤدي الى ايه؟ بيلينج وبهايدرو سيلز. اخر حاجه الكالتشر نيجاتيف تيوبركلوزس، وده اللي احنا قلنا عليه. لو انا جالي عيان هايلي سسبكتد تي بي وكل الكالتشر وكل التستنج نيجاتيف في بلد فيها التي بي اندمج، يبقى انا من حقي ابدا تريتمنت اديله اربع اسابيع واشوف الاخبار ايه. اتحسن قشطه ونكمل بقيه العلاج، ما اتحسنش يبقى انا افكر في الترنت دايجنوزز. بس من فضلك ما تعملش كده الا لازم تكون انت اصلا عملت الايه؟ عملت الاذر تيستنج، مش كل العيانين اديتهم امبيريك انتي تيوبر. انا كده خلصت، ولو في اي اسئله.